الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة. درس كان قلبت بحية. وانكم مقعوني ما المخرج حقا لقبحة مشكلات كان بها انشرة is there a way out ما يلا اما طريق لقبحة ما مجرة محان اسكد حسب قراءتي وفهمي انت وحخرني اما وحفهمني وحي لم واركتي مركا محل النقاشة وحأن قضية دوت المام دون سعامه وهو كمقدمة تاريخية الدين هذا أظنه الدكتور محمد جاسم في كتبه وهو المما المحطات الكبرى للتاريخ ميلها وين تاريخ ده على مضا وعي دكتي ارتسيه ده بوحوك سونا تاريخ ده وما اللي قد راسي انه لقو عبرقات بنا آدمكو ما سي تاقي. اما وحي تاريخ هاي تغي انو قبنا يو قدسو مستقل تاريخ تراب بدن وبناء دم مرتين إلى القرآن كوحك جو الرمي تاريخ النبي هي تاريخ قال بق فرعون هي كوح لم ده أما قالوا وين إذا بناء آدم هو بناء آدم أما قال هالنقطة أما مسلم هالنقطة ما دام هو بناء آدم هي تاريخ ذي أما هو بده كلا الله ضو ودت سيد دم هي تاريخ ضو هالجو الرمي أما دت ساق هي تاريخ ضو هالجو الرمي لا بد هو تاريخ بناء آدم labaduba waa wax lagaga tusaalo qaadan karo marka la dumayo ee la dhaadhacayo hoos loo socdo waxyaabaha simptomiska ee la arko iyo meelaha ay ka muuqanayso calaamadaha lagu garto in dadku sii dumayoo sii janjeedho declanation inuu jiro marka kor loo korayana waa wax lagu garto

waxaan tilmaameynaa markaa maxadaadka waaweyn ee taarikhda islaamiga markaynu eegno wuxuu ka bilaabmay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo soo bixitaankiisii iyo dowladdii islaamiga ahayd dhiisitaankeedii qarnigii toddobaad ee miilaadiga bilowgiisii waxaa bilaabmay mashruuc ah in la dhiso dowlad islaamiya iyo ummad islaamiya وقت كوبن بي كل سنتي وقت كوبن بي كفا وقت كوبن و كنتنا يسر نضاد بي دوني دو دو دا دعلا دا 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 فيه دا قرنجي كوبية طبنات اميلادي غا وحب بلابمي وير ردي رير قلبات كيه كريستان كو قادي يعني قادين الحروب السليبية اللي لهذا دكالله ده سحروب السلبي يلا يده ده ينمد مدة السعودية قرنيه واحدا ده هو محطة الماميسة أول المسلمين تفاف يروحوا في السنة يعني أي مركن يجاويرر لويه واللي بقلب جوده يعني برتماها عالم الإسلام يجاويرر هو ك السعودية محطة الصدح هذا أي نحويان حويان ومرك ييجوا الجبودي خلافة يسكحري سي عالم الإسلامه khilaafadaasi ama ha xumaato ama ha samaato intay doonto haleekaato laakiin waxay ahayd dowlad isku xidha caalamka muslimiinta ah oo dhan aimaadaan inta ugu badanleh waxay taasina gabagabowday oo magacaasi la waayay dagaalkii labaad ee dunida dabadiisii dagaalkii koowaad ee dunida dabadiisii kun sagaal boqol iyo afar iyo labaatan ayaa laga takhallusay dowladii ugu dambeysay khilaafo lagu tilmaamo دولة دا وجود بيسي خلافة دا المام أي دنتي عالم الإسلام بريستي نتيجة عصب وحكوة بريستي يضع أي حالة ضد عالم الإسلام التخلف أحيانا هذا التخلف كاس موقال كيس والحكومة wakhtiyadii napoleon bunaport uu masar ku bilaabay dagaalka oo ay moodayeen naboleon iyo askartiisu dad tima loo iska dumar dumar u eego aan wax badan samayn karaynin muslimiintuna isu haysteen inaan cidibo ka koraynin caalamka dabadeedna wax isbedel ka socdabaaanay la soconin laakiin si fudud gacanta loogu dhigay ilaa iyo asharkoodii iyo masaajidoodii fardaa lagu xaeystay watigaa laga soo bilaabo ilaa khilaafada islaamiga ay ka duntay وحفيد ميوكا وسمي دي برعي داتك مسلمين تاعه شاي لباد بام موغضي وسنة تاريخ داعان كو أبالي راهضة وإن اي بلا حركة الهيمنة والاستعباد والاستعمار خير قلباتكو اسبال تيسي ايا الدنيا دا حوقو شايا غشا ايا ان بين عالم الاسلام يوردان و تحت الاستعباد كولونياليزم كولونيلكو وحل بيرايو لو كرينيو لو قسبونيسيا بني ادم كو سيديسا فطرهدي سو اري يادح من حن ما قبلان وا أي كو غوميسانيا قفل لو ما ودان لكن وحيدا هدان اي ايديولوجي دونيدا ربين خو كو قبتيه وحو قشدا وجه قرخيو اخلاقيو وشي بو شبركو العراق ودوليه مخلها فريدم بنو غارسينينا

عالم الإسلامي يردن وحوقلاي من تسيق بضنيت استعمار وحق لو حالة صدحات أو أه تمزيق العالم الإسلامي إلى وحدات صغيرة أو كيانات إن لقوقوية عالم الإسلامي ألو قو أو لقوقوية ير. ودنا يرير أو تمرير ودنا أو تمرير سيلو استعباد سنكره إذن دمست عالم الإسلامي ودمي الدولة المدنيسية وحيث يوردامي وحاكار دا شاي صدح دا شاي ككوا دوا عبتو دا يناي دم بياني ناي موقع تاي أو صويف باحدو عدو غالبا أراك تاي دات كا كاني إن اي دوني دا كا دم بيان مركز لايوغو حاكار دا قالها تكنولوجيا دا مامولكا وحاسينة كو دم بيان كلا با أه إن دا لاستعمار دا استعمار صداي أو قميص وقف صداي أو دا دا ka saddexaad oo ah in la googooyey oo la kala jarjaray oo taftiit laguso la kala daadiyey si ay u fududaato gumaysigoodii ay taldiyo waxooda arrintaa waxaa ka dhashay bay taariikhyahanadu sheegaan saddex shay oo iyana waaweyn oo caalamkii la gumaystay oo dhammi uu isku raac siisan yihin saddex fikradood baa soo baxay fikrad waxaa la yidhaahdaa annahda renasance أما التقدم أما ديبو النولين ووحي كسوهر دا تخلفك واروات شبناي أن علمك بره اسكول لدا هلا فرو وحبراشا هلا سميو دادك هرومر هلا قارسيو دادك هلا برارجيو نولين هلا سميو وحي المامان حركة الاحياء أو النهضة وحي تاسي كهر فكرة دي أهي تخلفك وحكو بلا بلاب وحل إلى هذا التحرير أو الاستقلال أو الحرية إن الحروب وقضايا كود السياسي جاية نقالية ومدنمية ضدنمية أيضا تتيجو ذي ومدوا اللي بكو قبصته والله أصبح استعمارك هي يعني نقطة قضية واجهها موامة كهر شدة مسألة الاستعمار هي جميسي جاهي وحصاب بحدي فكرة صدحات oo sheegaysa alwaxda midayn iyo dadka in dib loo mideeyo oo la sameeyo saddexdaa fikradood oo saddexdaa fikradood ka horjeeda takhalluf dibudhac gumaysi iyo kala googoyn ayaa waxaa laga horgeeyey dunidii saddexaad ee markaa ku dhacday ee muslimku u badnaa waxaa layidhaahdo in xoriyad la helo horumar la sameeyo iyo midnimo in la raadiyo saddexdan fikradood waxaa qaaday adyaaf siyaasiy oo kala gadisan aragtiyo siyaasadeed oo kala gea rumaysan ama se aan idhaahdo dad marjiciyaadkoodu waxaa rifranska u ah ee ay ugu noqonayaan ay kala gadisantay masalan qowmiyiinbaa soo baxday dad nationalista أو فكرة ده ده ناشيناليسي أم كوسا ماي سانتي أو إن أي ود الندو ده كساران دي بودعة استعمارك إيو بربرك وحصاب بحي ده أفكار يساري استاء من سن يس اليسارية أما لفتيست كوحيه بده ده يشوعي ده وحكن أو ينسى ده فكرة ده ده كده واقع يا وحنو بحنا يتقدم حرية iyo midnimo iyo horumar laakiin mundalaqa fikriga ama meesha ay ka duulayaan fikr ahaan ay ka gadisantay kuwa kale meeshaay ka duulayaan waxaa soo baxay dad islaamiyiin ah oo iyaguna islaaisba sheeganaya oo raba iyana inay keenaan horumar xoriyad iyo waxaa loo yaqaano midnimo سدح دا كوحوط أفكار سكمي لكن وحا اي دليشن يا قاب كاي ربان اي امران يا وسائشا كلا كما ورما يان وقضيات كا مؤامرات كا يا قولا قولا الله كان استعمار باب بيري كان بنا ادم كن نوعا ما وضاحين نوعا نا وندتك الظلمي ويني نياد وخطأ وقرنك وقفك وقفك راه غلدن laakiin waxaan ku qadaraynaa dad badani inay u kaceen caalamka saddexaad oo aaminsan in gumaysiga laga qaado in horumar la sameeyo in midnimo la raadceeyo saddexda fikran hadaan waddankeeni ku noqdo qowmiyiin baa kacay rumaysan soomaali weyn rumaysan soomaali weyn in la xoreeyo rumaysnaa soomaali isticmaalka kala googooyay in laga qaado rumaysna in horumar la sameeyo qowmiyiintii soomaaliyeed ee kacday waxay ka fekarayeen wadanka kan inay jahliga ka saaraan oo dadka waxbaraan oo aqoon iyo keenaan wax ka mid a waa keeneen ficlan qawmiyiintii soomaaliyeed waxay ka fekarayeen in ay waddanka kan isticmaarka ka xoreeyaan وهو حيكوه ده النواقة ينميل كستو يجوعان حرية بان الراد عينهنا إن يعني السومالي حروده ولا جبحه عدة جميسينيسة قوميين تي السومالي ده حيكلا الروميسناين إن لهلا مدنما سومالي وين وحلا يده هذا على إن كان شنت عند بعادلة شنت الجيس حدك تلاكو صورن طي تم بلوها إما دام الناشناليست

وهي أنا سدح دي فكرة ده دون لكن مرجعية ده ده فكرة وحي وحياة مسنين أي كجد سنين قال هذا مرجعية ده دي فكرة جاية دي وحياة مسنين هي أنا لا سومالي وين هرم مر مدني ما إن حرية له وي حروبان يا مشروع هرباء soomaali wakti markay soo gaadhay waa kuwii fashilay waxay gashay soomaaliya markaa cahdi burbur uu soo galo oo waxoogaagii qolyahaasi taxqiijiyeenna la tuuray ama qowmiyiinku sheeg ama thawriyiindheh ama yasaariyiindheh waxoogaagii ay xaqiijiyeen ilan tallaabooyin bay qaadeen horumar tilmaamaya intuu doontaba haleekaatee in la daadiyo oo haddana la ysku dayo from zero in mar dambe laga bilaabo qabiil baa yimid dagaal baa yimid worlord baa yimi waxa kan baa yimid meeshatan markii la joogo ayaa waxaa bilaabmay fikradda islaamiyiintii inay xagga sare iyana soo maraan haatan oo ay usoo muuqdaan iyana mar waqtimid a <Givenfeed> inay hogaamiyaan <shared> <S -stim -fectien> <child personal> ummadda soomaaliyeed ama inay qiyaadada u qabtaan hormood inay u noqdaan bulshada soomaaliyeed iyaguna xaggay waxgeyn doonaan intee bay gaadhi doonaan ma waxay noqon doonaan carabtu waxay tidhaahdaa waxa waxa weyn laga filaya ee haddana fashila tamakhadat il jabalu fa waladat fa'ran buur baa foolatay bay yidhahdeen buurdee haday foolato waxaad soconaysa waxweyn baa ka soo dhici doona markaasay jiir dhashay bay yidhaahdeen waa maamaaha carbeed qisay sheegaan ay yidhaahdaan libaaxyaha aroos ka cayaaray bay yidhahdeen aroos leh ayaa cayaaray markaasaa jiir la cayaaray bay yidhaahdeen libaaxyadii oo cayaaraya way yihahn war muxuu ahaa kani aasu wuxuu yihi anba arooska horti libaax baan ahaan jiray wadaadadu hadday libaax ahaayeen ma laga yaabaa qoladii hore ee maanta jiirka noqotay inay yidhaahdaananaba libaaxyaanu ahaan jirnay halkan markaan soo gaadhnay yni xageyxu socotaa laba masalo waxaan rabaa inay kala muuqdaan wadaadka maanta joogaa haduu guulaysto iyo haduu guuldaraysan waayba إسلام كو سجو هرو جولست إسلام كو تحت المحك ماها ها إسلام كو واحد اللي تجابين أيه إنه يجي واحد لقنا على أنكره أما واحد مدي كو جولست أنكرته أما واحد هرو مركيني كرما ها إسلام كو واحد اللي تجابين أيه وايو كون صنادق بو كل دنيا كتالينا يجي إذا و تجربة جولستي و ألف سنة شرتي إن كل جديد دنيا كشرين ولبا بدون منافس يدو أنو تشرين عد ربعة والله الله والله ما يسامع من منازع أنو تشرين إذا السلام كنت تجربة كم تشروا تتكبر بقى وحيلة إيه وهذا هذا هذا فشل حاجات ده بلون قرية دي تينا هذا وحبة تريويده وحبة صاحر ما يوافق فكرة غلطة هو عالم دم بمدو كصاري كون سنة دوت دو دنيا دلود كتالينية كون سنة دوت بوها الدولة الأولى علميا واقتصاديا وسياسيا وكل شيء saas daraadeed islaamku tijaabo kuma jiro laakiin yaa tijaabo ku jira ninka wadaadkee soomaaliyeed ama ninka wadaadkee carabeed ama ninka wadaadkee afghaaniga ama ninka bashar basharka kamida oo fikrad aaminay ama diin aaminay ayaa tijaabo ku jira inuu wixiisa tabiqi karo u ka run sheegi karo ama wadadii sax ahayd inuu mari karo iyoinay ka kala daadan doonto marka waxaynu leenahay su-aal ah islaamiyiintu qiyaado maanta ma u cuntamaan dadka ma hoggaamin karaan caalamka maxay kusoo kordhin karaan isbedel maxaa dhici kara dariiqa la marayaa halkuu gaadhsiisan yahay waa masale aan jeclahay inaan waxoogaa ka tiltilmaamo waayo

وأرجع ورابيا بهاد الشجعين في عن حلو ورابيا شجع عن كنا الشقل الربين إن خير من استأجرت القوي الأمين بيده عدي إنه شق سنه ورأك إنه ما ملوح الله النقاوة حكان رأك وضع وحوف في عن بيده القوي الأمين قف قوة حرف ضله لجر لجربي فرسمه وهي إسلامك أنا أمانة له أمانا ده هي مرنا والله وده هلا مررك قار كودنا هديل لو دو ويو سيبا لوكا لو رايسيا شقا مركا هلا ربنا نو عيتي مثلا ربنا دوليا ديارة ديت نو ربنا و pilot ينو نوضو دوليا ديارة ديت دوليا ديارة أما امانو يحرفت ما علمي يما وحكوا هذا إنه كربنا وحوي أنا إنه نقدر نفرص ما يقان أو ديار ذاك عين كرا أو أنتوا ألقا كرا صح هدوء أمانة الدين يا أخلاق يا وراء كدر صدنا وفي عنتي لكن هدانا لبدا يسلوه إنه وحن دور إنه يهين كن جور تكنيشن ولو قال لها هذا عكسه مرة بودع كرا يانا حاجة كله مثلا خسنا جال وزير مالي على ما عين كان حالي ما ده هدي آمين يا الرئيس أمانة كدبنا حرفة علمية نبي يوسف مركو شقادة الربيع ما أورنن نبي بانهاي أما إن النبي بانهاي أما سدح ووبان نبي كوأت الصلاه وأين يعقوب إسحاق إبراهيم أن النبي بانه سدح نبينا وأنكو أبتر صلاه ما أورنن دوني دني كأو قرحة بدن بانا، هاي شوك في عنا مركو مالس السو تاعو كقرحة بدن ما مشاغنين ما شجعنن نن عفيف بان أو دمر كي أخلاق ما ضي وحاس كدر لكن وحش الحفظ والعلم إنني حفيد علم بشاكتي إذا عدك استوقي هذا قبنا سامو مدهو قامين إيسا وحيو هانتاي إنو هالو مؤهلات كي قيادي جاها ما هيا مركز شو هو جاندا دو قيادة ده وما هو حيوبا هانتي صفات القائد الناجح انتان المسألة ده هي نوصي طلابين مركز قاعدة عامة شرته ودتك سلامي تي ولا قال اه ما المخرج او ما الحل هدي الله يرهضه وحلينا الكتاب والسنه إلهي الدين تيسا كتاب يسوع نبا حلة وصحيح وقاعدة أنك مر الله إلهي كتاب كيسي الدين تيسا لكن شاشة سويدين تلوحوا تلوح وإياه كيف نطبقه سين معين أنه شو طبقناه وأيو لما مسألة واكل مسألة الله إذا العلم والمعرفة قرشدة يا قانتا theoretically لله إنت انت هذا بدن يدا كرتب ما، معتقد أما عقيدة سد ردد بين علماء واحدة نهاية العلم التوحيد أقوم تمرك كرنا كرنا كتاب يسون عن لابرتو وحكى صوب حتى توحيد كونه الصحمة نهاية العلم وتوحيد بين هذان التوحيد كنا طبعيد كما أقبله كلا جو جو ما دين نقاطة إنك تكتيس وين سيس لقاطة لكن مركي وح الشقة ما نهاية العمل بين هذا الشقة أنا ماشي كوج بجبو دوا تقوى لكن تقوى ذو حليلة مبنية على الاستطاعة والقدرة فاتقوا الله ما استطعتم يدو وحي كوس صلاي هاي اود يا انت داوود كرته ويلا فاتقوا الله ما استطعتم تن محانو ان دب كشرها لكن وحين لاني اسبدل بلشا ان لا سمايا تغيير السلوك افر شيء بو مرابا كو وحي لا المعلومات قف كينو جاره معلومة دي أدل <سؤال> ربتين وحكو بدشيد لبا وحيده دانا لقناع جارس قرى ما هينت اتقن عنكرته أو عقليا فهمه وحكانينا يسحتهاي قنع قرى وحما ترى يوحى صدح الاستمالة والتعاطف إنو حقا أوصو واعده وإنو وحان عملهان نفليو إنو رابعا وحيده دانا المهارة المهارة وحويان skiliskii waxa kan ku fulin lahaa sidii saxa ay ku ahayd inuu fuliyo inuu garan karo su-ashe iswaydiinta leh markaa waxay tahay wadaadka soomaaliga ah ama wadaadka carabka haadhe ama wadaadka meel kale jooga ma hayaa afartan shay aynu tilmaamayno aan mar kale dibid in celiyo aan muujiyo marka hore si aynu isu fahmno in faraq aada u weyn uu udhaxeeya aqoonta macrifada هي تطبيقه فلنت وليبا ندبغو النقض وحين نقبنا اما منهجك صحيح شيخ يا ان دين الله طبق سيدي النبي محمد عليه الصلاه والسلام هي سلف الامه هي صحابه يطبق لكن السؤال السويدين سدابو طبق النبي عليه الصلاه والسلام وحي علماء دو مدرسة دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وددك وحكو باري وحياة غري وحي بيدها مدرسة تطبيقية واقعية أما وحي إله دان جوب تريند بيها شوب تريننج تيوري ما يوبادنين هذا الكوكو ما بادنين وحب بدنا بالله إذا وحب بركتي كلا الله سمينا يو مركه وحب دتك لغوتها ولا براي

نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركو إلهي هاي وحكى صباح الرجال هجان قبان كره وعالم كهجان من كره نبي عليه الصلاة والسلام الله أما الله ما أو شرحه يعني إلهي سبحانه وتعالى هو مصحف كقرآن كأه أو النبي قال له دي بالله دعوة كان كتاب كي حاجة قال له كيمي شرح وضد كوا شرح هدي النبي كتاب الله لها أو مساجد كلا فريسة لها أو شرح لها وحن مران كتشرين شرح عالم كورد من وشرح متكفي عنه وشرح لها مران كم تشرو <applause> دي النبي كتاب الله أنا قرآن أو قرآن أو قرآن أو سديسية وأنت ملك الجبريل قعنتك سارة إلى هذا قم بإلهي كوسو دي بي وشرح النبي النبي قوينتو مساجد كفريستو وكتاب كردقو وثيري وآخريو دادك وشرحو آيات كستية معنى هيدية وحلوغة هدية كان قال السؤال عين قاسية مركي كانتين إلهي بكت شوابه الله وحويله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ما قرآن كان لغو سودة جيبه ذين قال نبي محمد سقو كتابه كوصر مر قرآن ما الله كان إلهي بك جوابي مركه إيه يقول سؤال شيء سؤال دجانا حدات رسول تيمات كتابة دجو ستة ماد ما حد قال بقوله هذا لا بقى سؤال دي دي إلهي بك الجوابي سؤال شو دي الرب وحلي هي سبحانه وتعالى كذلك لنصبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير أرنك وصاص بإلهي إلهي سبحانه وتعالى إلهي كتاب قوسمك وما وددي يقول <applause> بقى إنه يربى لسودك محل لسودك لنصبت به فؤادك إن قلبي قد سقن الى هيري ورطلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل مشكلة أما تصالح أما وحلمة إما نيان الى هيري إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قرآنكم النبي محمد وحيو عليه الصلاة والسلام سواء أمرك بروبلم سوليوشن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حسود ده جسوا problem solution واحد هيد مشكلة كاستار دعاه وحياة سبب كي من أي شيء جاية واحد وقفتين والله دين خيامي منافقين بايدن كتيرة وقالوا ما هي شيء سكا وقشين قرآنك كوحن كو سبب النزول الأخير أيه أما حديث تلوح الله أخرية لغة المامه صرود الحديث سببتي وحديث كوصا أراري هي إيه سبب إيراد الحديث لا بشر يلا إذا علماء الحديث شجع مدي وحويان من كان حديث كشجع صحابي سحابي حديث كشجع يا سببتي كوك اللفتين وحديث وسبب إيراد الحديث مدينا وحويا سبب ورود الحديث نبي محمد مركو شيغي عليه, عليه الصلاة والسلام سببتي او حديثك حديث سؤال باللويدية ويدي دراد ديدو حديث كاكا جواب مسألة دعضي دراد ديدو كاكا حكم بالله <سؤال> لا درادي بكرة جوابه وأسباب النزول كقرآن كوكله إذا وحى الله أسباب النزول أما سبب ورود الحديثة لما أنت هذا حي مشكلات كي يرد ينكيو نبي محمد الله عليه الصلاة والسلام يا صحابة ديسو يا سيدة عمر يا أبي بكر يا رجل لمتك ها madraso bractical ah ayay kulabaatan iyo saddex saniyo wax ku dhadhow labaatan iyo saddex sannadood ayaa la barayay si dad loo hogaamiyo ayaa la barayay si loo dagaalamo ayaa la barayay haddii la gaajoodo si loo noolaado ayaa la barayay haddii la barhaadhoobo la barwaaqaysto si loo noolaado ayaa la barayay nabadgelyo si loo qaato ayaa la barayay dadka ballan si loola galo dowladaha heshiisya sidii loola galo أيا الله بري أود أي هستان يطموحات كودا فكرية وحيابها يكف كريه سيدا يسوى فتش وإنت بدن بنا آدم كوحك الله حق بدن، وحمد حيث كقوحي هيا إنتو أود ايا الله عقيدة دا يسياسة دا هل كودا حيسة هل كودا محانو كتشيدا سياسة دا ووحكو سابسا محا صورتا قلأ ووحدة فاتقوا الله ما استطعتم عقائد دنا الله لن كبا أقبلين ووحن كأقبلين كا ووح الجيريد الله قد دورته ما أنت والله يا بني دتك سكده حق ومسألة سياسية وقف وقاطيني عقادتي أما مسألة عقادية وقاطيني مسألة سياسية وتنازلات كأقبله لكن يجا سب بركتك على الله براي مسائلك مرك السياسي هين يمرك عقيدة هين تنازلك مثلا سلحو حديبية سلح حديبية وهشيس النبي محمد قال عليه سلامة وسلام هشيس كاسيو قالي بنودي هشيسكو وحيا بيت الماما يساموتشنا موشنا يا وحلا جت تنازل كره قاب كل وجه تنازل كره يوحي هشيس بنبي وقال لك بسم الله الرحمن الرحيم قرب ويدا واحد يا مايا الرحمن الرحيم كهدان وقرأي الناس ما بين الدلاني هكوا الرحمن الرحيم بسمك الله ما وقوا قرب نبوي ما جعل الله نكون بلون هشيس كقرأ وحنا بقول أنا وحي محمد وكل شيء إله الرسول كسيو كل شيء قال وكادي بيده هذا الرسول كوره يصنع هاي ما استلاني ما جعك كقرب بيده هذا محمد ابن عبد الله كقرا هالشيء سكوا حكام وحي مسلمة قال كقصة بحصده أي ما ده النبي عليه سلامة والسلام الدبوع لينيو

مواقف سياسية يا مكاسب سياسية في علم المفاوضات لقد رقان صنكرة هذا قبل كرتينة الرقان صتو ما حان سأقبل كرينة الرقان و سي براكتيكال الله براي ما هشيس نقنكرة وين بقول نول يهود هشيس